بون المبادرة يعني كانت رائعة جدا، يعني ما شاء الله واحد حوالي واحد الألف وحاجة شخص اللي جاوا فطروا من مدينة سطيف ومن خارج مدينة سطيف، يعني ما شاء الله نشكروا بزاف هذه ناس الخير. أنا كان لي شرف يعني في ولاية أخرى يعني كليت كما هكذا في مراكز إفطار، يعني اليوم سي حاجة واحدة أخرى، يعني من الحسن إلى الأحسن، الحال تطورت بزاف الحمد لله يا رب العالمين. وشين هي كاينة حاجة برك يعني نعقب على حاجة برك، أنا كنت ماذا بيا يعني في الدوبي تاع رمضان كان من الأول كان 1000 وكان ذكرنا نهضروا على 3000 و4000 شخص، لكن قدر الله ما شاء فعل، ممكن العام الجاي إن شاء الله يقدروا يعاودوها وإحنا رانا لهنا ثاني نساهموا كلمة طيبة أو بيد المساعدة بأي حاجة نقدر نعاونوا بها هذه الجمعية وهذه المبادرات رانا لهنا، والحمد لله يا رب العالمين. الجزائر مازالت بخير وسطيف مازالت بخير الحمد لله يا رب العالمين.